يا جميل، قال انزل يا جميل ولا ايه؟ انزل يا جميل على الساحة. ده ايه ده؟ اغنية ايه دي؟ يكملها هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي، ادي بتاعت احنا قلنا عيد ميلادك النهارده الفنانه ولا عيد ميلادي النهارده؟ عملنا لك عيد ميلاد فني. حسيتي انا انبسطت عيد ميلادي الفنانه الجباره الجامده جدا جدا سلوى خطاب. وانزل يا جميل على الساحه واتمخطر كده بالراحه. لا 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 مش متك، لا مش مصدقه. انت مش كنت معايا يا حبيبتي؟ يا حبيبتي يا حبيبتي ما تغني يا حبيبتي. انزل يا جميل على الساحه. يا ازيك يا سوسو؟ لا شجرة. شجرة ما تقوليش يعني انا ممكن اوافق، انا ممكن اوافق قوي على ده. هذه البالونات الثانية اللي على الارض معقولة؟ انتي انشي 13 مرة اللي بتفرج عليكي. انت متهزم ازيك يا شو داخل يبوس عليك؟ انا بحب البوس قوي، خلي بالك ده موضوع مهم. بس انا بوستك ايه حلاوه دي؟ لا بوسنيش يا شباب، اي قمر في الميه. انا باجي البرنامج كل مره في نفس المكان يا حبيبتي، لازم تحتضني كده. لسه انا اتفاجئت خالص، فمش يعني يا حبيبتي يا نسرين. بس عشان الكاميرا بتاعتك مش مننا قوي ليه يعني؟ روح كده شويه عشان الكاميرا تسالوا. ايوه كده؟ ايوه كده. انت هتقعد في البرنامج؟ مش خلاص اديت الورد ميرسي قوي، ميرسي قوي يا عمر، كتر خيرك. يعني ايه؟ ايه في ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. انت مش لسه هي انفعلت عليك في التصوير مره؟ لا مره ايه؟ لا مره مره واحده. هو السؤال احنا بنحبها ليه ما احناش عارفين؟ ده احنا مش عارفين بنحبها ليه ما احناش عارفين؟ ده شفت بقى المفاجأة الجميلة؟ هم قالوا كلهم ان هم قالوا لك المفاجأة الجميلة دي. عايزة اقول لكم حبيبة شاهين بتطبطبي عليه؟ مش معقولة. عشان انت مش قاعد جنبها. بس هيبتدي. مش كان اسمها ايه روبي بتقول اللي بتشتغل عندها بيرازي؟ هو بيرازي في يعني. خد بالك من المصير، خد بالك من المصير يعني. ما ترازيش فيا بقى.